Non, je regarde, je vois pas, il reste pas trop de... À droite. Je fais jamais ça, gars. Juste en face. À droite. Par ici. À droite. Par ici, s'il vous plaît. Merci. بقى فوزي مسعيدي هو واحد نقطة ضوء في السينما المغربية، واحد المبدع كبير، والاعتراف ديالو وطنيا ولا دوليا كيبقى يعني عن جدارة وعن استحقاق، والحضور ديالي ما هو إلا اعتراف شخصي بالأعمال ديال هذا الشخص. يوم للشرف انني نتواجد في هذا اليوم، لانه كان تكريم لفوزي مسعيدي اللي يستحق، وفنان، ومادام انه تكريم اليوم انه راه واصل 100% فنان اصيل. كنقول له مبروك عليك مره ثانيه. صراحه انا فرحان بزاف بالتكريم ديال فوزي مسعيدي، واحد من المخرجين اللي يعني كيفتخر بهم المغرب، وانا كفنان ولا كممثل كنفتخر بالعمل ديالي مع فوزي في السينما وفي المسرح. يعني مخرج اللي كيخليك كياخذ كل شيء، داكشي اللي عندك، وكيعطيك الفرصه انك تقول شنو عندك، كيشارك معك بزاف الافكار. مخرج اللي منخرط بزاف في المجتمع وفي الوقائع اللي كاينه اللي كتوقع لا في المغرب ولا في العالم. فهذا النهار هذا بالنسبه ليا هو عرس، وانا فرحان بزاف بالتكريم ديالو، وفخر للمغاربه كلهم. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.